السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا منال، لأول مرة يشوف قناتي بعمل معاكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو. النهاردة هنعمل مع بعض احلى فطار واسهل فطار. هنعمل فطيرة بيض بالبسطرمة، حلوة جدا وسريعة وتغيير. المكونات معانا هتكون سهلة جدا. هيكون معايا 2 بيضة، 3 شرايح بسطرمة. طبعا البسطرمة معانا بنشيل منها الغلاف الخارجي اللي هو الثوم. هيكون معانا 1/3 كوباية دقيق اللوز، 1/3 كوباية حوالي بالظبط 5 معالق من معالق الطعام اللي احنا بناكل بيها، و3/4 كوباية جبنة موتزاريلا. وعملتها معاكم انا في القناة، حلوة جدا. اللي حابب يشوفها هحط لكم اللينك في صندوق الوصف وهحطها في نهايه الفيديو. 3/4، انا حاطه حوالي هنا كوبايه، يعني مش مليانه، 3/4 تمام. وهنحتاج ماده دهنيه زبده او سمن بلدي، وملح وفلفل. سهله جدا وسريعه وهنشوفها مع بعض. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل البيض، اكني بعمل بيض اومليت عادي خالص، ونشوفها يلا مع بعض. انا هاخد البيض اول حاجه وهبتدي اربه مع بعض بملح وفلفل اسمر زي ما احنا شايفين كده. حط رشة فلفل اسمر ورشة ملح واربه كويس جدا. واكون مجهزة طاسة على النار فيها زبدة او سمن بلدي، انا هشتغل بسمن بلدي، ونشوفه مع بعض. حط حوالي معلقة من السمن البلدي زي ما احنا شايفين كده، وحقلي فيه البيض عادي خالص. اجي البيض وهقلبه. انا عايزاه يبقى متقلب خالص، مش عايزاه قرص، انا عايزاه متقلب خالص بالشكل ده. هنبتدي بقى نجهز مع بعض العجينة او الفطيرة، نشوف شكلها عامل ازاي. كده البيض زي ما احنا شايفين استوى خالص، هسيبه بقى يهدى واجهز مع بعض الفطيرة. هجيب بولة زي ما احنا شايفين كده، وهضيف فيها الجبنة الموزاريلا. طبعا هحطها في الميكرويف، تبتدي تفك شوية حوالي 30 ثانية، واشوفها تبقى سايبة خالص عشان نبتدي نعجن بيها دقيق اللوز. احنا شايفين كده ادي الجبنة ساحت بالمنظر دوت. هبتدي اضيف عليها دقيق اللوز 1/3 كوباية زي ما اتفقنا، وهبتدي اقلبها والم العجينه كويس جدا. طبعا العجينه لسه جبنه سخنه، هنحاول نلمها اهي. الشكل ده هلمها بايدي زي ما احنا شايفين، بس هي الجبنه سخنه اهي، لحد ما هتكون معايا شكل العجينه خالص. وزي ما احنا شايفين كده ادي العجينه لمت معايا. هبتدي بقى اجيب كيس نايلون عشان افردها على الكيس زي ما احنا متعودين، وهجيب كيس تاني. اجي العجينة زي ما احنا شايفين اهي، وهضيف طبعا هنا دهنت قليل من الزيت او السمن البلدي او زبدة براحتك، وهضيف كمان كيس تاني عشان انا بحب افرد بين كيسين كده عشان تفرد معايا. وهبتدي افردها كويس جدا، هي هتطلع طبعا في شيرة واحدة يعني كمية صغيرة. نحاول افردها كده،
الخيط كده على قد ما اقدر بالشكل ده. هبتدي اشيل الكيس وهضيف البيض اللي انا عملته اهو، البيض المقلي هاخده كده هكسره وهضيفه في النص. بص الفطيرة، وهضيف عليه شرايح البسطرمة شريحتين بقى كده تقريبا، وهبتدي اقفل الفطيرة بالشكل ده. هبتدي اقفلها كويس بالراحة، ومن الاجناب هبتدي اعملها كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واضغط عليها واقفلها. وهكون مجهزه معايا صينيه فيها ورق الزبده دهنتها زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي اخد فيها الفطيره واحطها بالشكل دوت في الفرن على درجه حراره 200 ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين ادي الفطيره طلعت سخنه جدا وشكلها طبعا تحفه، خدت في الفرن حوالي من 12 ل 15 دقيقه. هنقطعها بقى دلوقتي ونشوفها مع بعض عامله ازاي. ادي الفطيره حبايبي، شكلها طبعا يشهي جدا وحلوه جدا، وريحتها زي ما شايفين ريحتها تحفه. هبتدي اقطعها، هي لسه سخنه، اقطعها معاك بص بالشكل ده. شايفين شكلها تحفة اهي، طعمها جميل جدا وتغيير. اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. انا هاخد معاها فنجان قهوة بالكريمة زي ما احنا شايفين، معلقتين كريمة بضربها بالمضرب بتدي الشكل الحلو ده. وادي شكل الفطيرة، طبعا شكلها بيتكلم اهو، حلوة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم بجد بجد، تحفة من باب التغيير. واتمنى اللي شاف الفيديو وعجبه ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس، وتعليقاتكم الحلوة ما تحرمش منكم ابدا. مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.